هات يا حاج، هات 6 شيكل. يعني الوالده مريضه كاينه الله يرحمها، مش هنخلص من الخبز، هاتها وخلص في الزاويه. الوضع اللي احنا فيه اللي هو الوضع اللي هو اللي احنا الحرب هلقيت ما في كهرباء، مشكلتنا مشكلة الكهرباء، مشكلة الغاز. الكهرباء ملهاش معاد، ما بتجيش للناس يعني بانتظام او في عدد يعني من ساعات كتيرة، تيجي ساعات قليلة، فعاد الناس بتضطر تلجأ لمخبز بلدي زي هذا اللي تخبز، لانه محتاجين لخبز يعجنوا يخبزوا. يا عمي ما فيش كهرباء، ما فيش غاز، ليش يسوي الشعب؟ 33 ليش يسوي الشعب؟ بس خمس بس روح، ما نقدرش نقول لهم لا حبايبنا. وبعدين يا فوق جاية جاية مثلا هدول الناس، لسه في تمن خبز، لسه في تمن خبز. يلا هذا يشتري خلاص. اثنين انت، اثنين شيك. يجولك كمان معجنات يا عبود. يلا يلا هات يا عبود. مع بعض يا مع موقع العينه الثالثه. مين بعد هذا؟ الناس بتيجي اليوم في حرب الظرف، عشان ظرف الحروب ما فيش لا كهرباء ولا في غاز عند الناس. الناس يعني وضعها سيء، يعني لا في شغل يجيبوا فلوس ولا حاجة، بيجيبوا خبز وبيجي اللي عنده نتفة الزعتر بيعمل معسيرج نتفة منقوشة أو نتفة بيتزا. احنا في ظرف وضع مش نافع، الحروب شغالة والإشي، واحنا ما فيش لا في كاز ولا في كهرباء ولا في غاز ولا في حاجة. هذا خلص خلص، يلا هذاك خلص، يلا اضبط خلص، هذا عبي هم. يلا وينه؟